وطول ما السعر العالمي معقول الفروقات ما كانتش بتبقى كتيره. كنا بنتكلم ما بين احنا في التموين 12 ونص وكنا بنبيع في المجمعات ب 20 جنيه كان القطاع الخاص بيبيع ب 22 23 24 حاجات كلها مقاربه. لما السكر غلي خارجيا ابتدى ما يبقاش فيه كميات جايه وبالتالي ابتدى يحصل نقص في الصناعه وبالتالي التجار بترفع السعر وما تدخلش بقى صح او غلط انما ممكن نحاسبه ويبقى الضوابط بناء على فاتوره الفاتوره الالكترونيه اللي هي موجوده دلوقتي بس مش بدخل في شق الضبط. ابتدى نتيجه الطلب ابتدى يزيد عن العرض فالسعر بيرتفع. نفس الموضوع طالما الصناعه ابتدى السعر يرتفع التجار هيبيع للراجل اللي عنده خط تعبئه مش عايز اقول اسم شركات بتعبي هياخده غالي. صحيح. اذا هيغلى. فالتدخل وبناء على ما تم معلش قبل التدخل برضه يا فندم اذا انا اللي انا فهمته دلوقتي انه السعر الكيلو في بطاقه التموين بكام؟ ب 12 جنيه و60 قرش. ده يعني لو قارناه بالاسعار العالميه يبقى الدوله بتعطي كثيرا يعني لانه ده سعر في اي دوله يعني من دول العالم مش موجود. تكلفته بدون اي قرش يتعمل 25 26. طيب ايه بقى سعر ال 27 جنيه اللي الوزاره دايما بتقول؟ ايوه ان انا قلت طالما تكلفته علينا 25 جنيه وكده انا هدي للتعبئه. بعض الناس لما عملنا مبادره المحافظه على الاسعار كان لسه الدنيا ما حصلش المشكله بتاعت الزياده المرتفعه كده. فقلت انا اقدر ادي خطوط التعبئه والتجار اللي بده الصناعات الصغيره والمتوسطه اقدر اديهم الطن ب 24,000 جنيه على انه يبيعوا تجزئه ب 27. هقف هنا بقى، يبقى انا كدوله هدي لبتاع التعبئه ب 24 فياخد هامش ربح بسيط كي يصل بالزبط. للمواطن في ال 27 28 بالظبط. تمام، ايه اللي حصل بقى؟ اول حاجه ابتدى افترض ان انا نزلت 10 طن، بدي مثال بسيط مش بقول 10,000 بقول 10 طن. في الاول اشتغلنا كويس. لما فرق السعر في السوق ابتدى يكتر قوي كان ساعتها مثلا ب 30 جنيه. وانا بقول 27 الناس ماشيه. لما ابتدى يبقى 35 و37 وزي ما حضرتك قلت وصل في بعض المنافس 40 ابتدى اللي ياخد مني نفترض 10 طن بيعبي خمسه ويتصرف في خمسه. فابتدى المعروض يقل. طب معلش برضو مرة تانية عشان الناس تفهمنا. لا أنا ما الخمسة طن التانية بقى اللي هو ضرب عليهم دول ده طبعا بيضرب أسعارهم زي ما هو عايز. ليه؟ نتيجة في صناعة شرقانة.